بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم صل وسلم. مجلس منطقه الحمريه بالتعاون مع الدوائر الحكوميه في منطقه الحمريه ان نرحب بكم وان نشكركم على الحضور. والشكر موصول لفضيله الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي على حضوره وتلبيه دعوتنا هاي السنويه طبعا طبعا هاي الحمريه طبعا اليوم يشكرونه على حضور هاي الدعوه. الله يحفظك. فنترك المجال لفضيله الشيخ اليوم طبعا المحاضره بعنوان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بنترك المجال لفضيله <applause> الشيخ يقدم المحاضره وعقب ان شاء الله بيكون مجال للاسيره ان شاء الله. تفضل فضيله الشيخ. شغال؟ <applause> 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 <applause>

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فانني احمد الله اولا واخرا وظاهرا وباطنا على منته وتوفيقه وتيسيره لاقامه مثل هذه اللقاءات لا سيما مع هذه الاجواء الايمانيه والليالي الرمضانيه واسال الله تعالى كما جمعنا واياكم هنا على طاعته ومرضاته ان يجمعني واياكم في جنته في دار كرامته امين. اخواني بارك الله فيكم محاضرتنا كما هو معلن عنها من وصايا النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولا يخفاكم بان الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعثه الله جل وعلا بالحنيفيه السمحه فبينها تبيينا واوضحها كما اراد ربه جل وعلا اباحه وتحليلا وتحريما حتى تمت سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الامين الذي كان حريصا على هذه الامة، ولذلك قال تعالى: "لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" فما من خير يعلمه لهذه الامة الا دلهم عليه وامرهم به وارشدهم اليه وحرضهم وحظهم وحثهم عليه وما من شر يعلمه الا حذر الناس منه ونهاهم عنه وزجرهم وبين لهم ما في هذا من المفاسد في العاجل والاجل فصلوات ربي وسلامه عليه ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يوصي هذه الامه ووصاياه تنوعت صلى الله عليه واله وسلم من ذلك انه كان اذا سئل وصيه اعطاها صلى الله عليه واله وسلم وبادر اليه فمن ذلك ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال, أوصني قال لا تغضب يكرر عليه النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه رجل فيساله يقول اي العمل افضل يقول الجهاد في سبيل الله وياتيه اخر يقول اي العمل افضل يقول بر الوالدين ويأتيه ثالث فيقول أي العمل أفضل يقول الصلاة على وقتها وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه من يسأله الوصية والنصيحة بادر فأعطاها إياه بكل أمانة صلوات ربي وسلامه عليه كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما بدأ بالوصية قبل أن تطلب وهذا كثير في حياته صلى الله عليه واله وسلم. فمرة من المرات قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابن عمر يا يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وقد اخذ بمنكبي ابن عمر وضع يديه على منكبيه على كتفيه من من الاعلى قال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح الحديث أيضا قال لأبي هريرة قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث أوصاني بركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبأن أوتر قبل أن أرقد الله أكبر هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وصى ابا ذر وصاه بهذه الوصايا بركعتي الضحى وبصيام ثلاثه ايام من كل شهر وبان يوتر قبل ان ينام هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم جميعها وصايا ونصائح وتوجيهات وتعليم عليه الصلاه والسلام فالله تعالى انما بعثه حتى ينقذ به الناس من الضلاله ومن العمايه ومن الغوايه الى الاسلام والهدى والسنه والى الخير فصلى الله وسلم وبارك عليه وقد جرت عاده الناس انهم يثقون بنصيحه العاقل الناضج الذي ركب الصعب والذلول الذي جرب الحياه فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الناس الان يقدرون نصيحة الرجل الكبير الناضج المجرب الذي مرت عليه تجارب الحياة يأخذونها على محمل الجد. طيب كيف إذا جاءت النصيحة من خاتم المرسلين ومن سيد الأولين والآخرين ومن من خيرة خلق الله أجمعين وهو أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. لذلك واجب على المسلم إذا جاءه جاءته الوصية والنصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصغي لها سمعه وأن يلقي إليها قلبه وأن يطبقها وأن يأخذها ويعمل بها واقعا عمليا في حياته، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الوصية صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اجتهد أهل العلم وكتبوا في وصايا النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا سواء بشكل منفرد مستقل او ضمن دواوين السنه بل لا تكاد تجد يعني موقف من المواقف الا والنصيحه منه صلى الله عليه واله وسلم والوصيه منه صلى الله عليه واله وسلم وهذا اقتداء بالرب جل وعلا فالله تعالى اوصى عباده يقول جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ويقول جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قل جل وعلا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والأنبياء جميعاً التزموا الوصية لأقوامهم يوصونهم يوصونهم وينصحونهم عليهم الصلاة والسلام. وانا في واقع الامر في هذه الليله السعيده المباركه معكم لا يمكنني ابدا ان اتي على جميع وصايا النبي عليه الصلاه والسلام، هذا ليس بالامكان ولكنني ساقف على حديث واحد جمع خمس وصايا منه صلى الله عليه واله وسلم، نقف معها ونتدبر في هذه المعاني وننظر في مضامين هذه الوصيه ونحاول ان نقف وقفات سريعه وان نطوف معها تطواف عجل وذلك لي يعني اقتضاء المقام فقد روى الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وغيرهم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ياخذ عني خمس خصال فيتعلمهن او يعلم من يعمل بهن فقام ابو هريره رضي الله عنه فقال انا يا رسول الله انظر الى مبادره ابي هريره رضي الله قال انا يا رسول الله يقول ابو هريره فاخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم بيدي وعدهن يعني باصابع ابي هريره باصابع ابي هريره قال له صلى الله عليه واله وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب الله اكبر هذا الحديث العظيم الذي اسناده صحيح ولله الحمد والمنه خمس وصايا جامعه من النبي عليه الصلاه والسلام. العجيب ان ابا هريره رضي الله عنه سبق الصحابه الى الاستجابه لان احيانا تعرفون الله عز وجل يقول عن القران انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كثير من الصحابه كان يتردد لماذا؟ لانه يخشى ان لا يحمل هذه الوصايا او لا يستطيع حمل هذه الوصايا. لكن ابا هريره راوية الاسلام ابو هريره راوية الاسلام رضي الله عنه. قال انا يا رسول الله والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه تعليما باستعمال وسيله ما يسمى بالاتصال فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ بيده ما لقنه وانما لقنه مع اخذ يده وعدها على اصابعه على اصابع ابي هريره ولا شك بان هذا نوع من انواع من الاساليب الشرعيه انك اذا اردت أن ترسخ معلومة أو وصية أو نصيحة حاول أن يكون لك اتصال مع المقابل النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على منكبي أبي هريرة على منكبي عبد الله بن عمر هذا يسمى بالمصطلح المعاصر عند من يعتني بالدورات يقول مهارات الاتصال مهارات الاتصال وضع يديه على منكبي هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي بكف أبي هريرة وعد عليه هذه الأشياء الأربعة هذه وصايا عظيمة إخواني وأخواتي إن كان هناك حضور من الأخوات سواء هنا أو عبر البث المباشر الوصية الأولى النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق المحارم تكن أعبد الناس اتق المحارم يعني اجعل بينك وبين المحارم وقاية وقاية والمحارم جمع حرام والمعنى ان من اهم الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه واله وسلم ابا هريره والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ان المسلم يجعل بينه وبين الحرام وقاية بينه وبين الحرام وقاية قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها ولذلك الله جل وعلا فرض فرائض وحد حدودا فالواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله عز وجل والمحارم كثيرة والمحارم كثيرة جاءت في كتاب الله المحرمات كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال لو اتق المحارم تكن أعبد الناس العبادة ليست في واقع الأمر هي مثلاً في من يجتهد في السنن والنوافل نعم هذه عبادة الاختبار الحقيقي يوم أن لا يحال بينك وبين الحرام شيء إلا مخافة الله عز وجل إلا رؤية الله عز وجل هذا هو هذه العبادة الحقيقية ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في قصر العزيز وجاءت امرأة العزيز امرأة ملك وجميله ومنعمه وفي قصر يعني قصر عظيم وقد غلقت الابواب وقالت هيت لك يعني بمعنى ان الاغراء في كل صوره الفاتنه ومع ذلك ماذا كان يوسف عليه الصلاه والسلام ماذا تعامل يوسف مع هذا الواقع صرخ فيها صرخه عظيمه قائلا معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون هذه هذا هو هذه العباده الحقيقيه يوم اي يوم ان لا يكون بينك وبين الحرام اي مانع الا ان تخاف الله سبحانه وتعالى اتق المحارم تكن اعبد الناس كثير من الناس قد يصلي الجمع والجماعات وقد يكون من اصحاب الصفوف الاولى لكن اذا واتته الفرصه وسنح له الامر في ان يقارف ذنبا او ان يقع في شيء ما تردد في ذلك ما تردد في ذلك ولذلك ابن الجوزي لما تكلم على قصه يوسف عليه الصلاه والسلام قال ليست القضيه في قضيه ان يركع ركعتين انما العباده الحقيقيه يوم ان تراقب الله عز وجل في حاله يعني وجود الفرصة للوقوع في الحرام وهذا لا يقتصر على الزنا بل حتى على الأموال فمن الناس من يكون هناك إغراءات في قضية المكاسب والأرباح لكنها محرمة هنا لما يراقب الله عز وجل ويتقيه سبحانه وتعالى يبتعد عن هذه المحرمات بل إنه يبتعد عن حتى المشتبهات حتى المشتبهات يبتعد عنها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وكان عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة والمعنى أن هذه الوصية العظيمة اتق المحارم تكن اعبد الناس يجب على كل مسلم ان يجعلها عنوانا عريضا في حياته وان يترجمها ترجمه عمليه من خلال تصرفاته وان يسلك بها المسالك التي يتعامل بها في قضايا في قضايا حياته اتق المحارم تكن اعبد الناس ولذلك من المهم جدا حتى يكون الانسان ممن يتقي الله عز وجل أن يعلم المحارم ما هي المحارم من لم يعرف ما يتقي كيف يتقي ها السؤال من لا يعرف ما يتقي كيف يتقي ولذلك مهم جدا أن يكون لدى الإنسان تتبع للكبائر وللعظائم حتى يتجنبها إن بعض الناس الآن يقع في الكبيرة وما يدري أنها كبيرة الآن الغيبة اللي هي فاكهه المجالس، هذه مما حرمها الله عز وجل. بعض الناس يمكن من من اهل القران من اهل الصفوف الاولى لكن واقع فيما حرم الله عز وجل. ولذلك بعض الناس قد يكون عنده تساهل او عدم علم. فمن لا يعرف ما يتقي، كيف يتقي؟ والعلماء خدموا هذا الباب ولله الحمد. ما يعني من المهم جدا مثلا ان المسلم حتى لو كان عاميا ليس له حظ من طلب العلم. ان يقرا كتاب الكبائر مثلا للحافظ الذهبي رحمه الله على اقل تقدير يعني اذا ما كان عنده قدره على استقراء نصوص الكتاب والسنه يضع كتاب الكبائر عنده وينظر في هذه الكبائر التي جمعها واستقرا نصوص القران والسنه حتى يتمثل وصيه النبي عليه الصلاه والسلام واقعا اتق المحارم تكن اعبد الناس من الناس من هو منغمس في الحرام من حيث لا يدري خاصة في المعاملات المالية من الناس من هو منغمس في الحرام من حيث لا يدري خاصة في حصائد الألسن اتق المحارم تكون أعبد الناس فلذلك إذا أراد الإنسان فعلا أن يكون من أعبد الناس أن يتقي المحارم هذه الوصية الأولى الوصية الثانية قال وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله عز وجل خلق الخلق وقدر مقاديرهم ولذلك الإنسان وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد والله جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام فأنت أيها المسلم ارضى بما قسم الله لك رضاك بما قسم الله لك يجعلك من اغنى الناس من اغنى الناس النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الغنى عن كثره العرض العرض طبعا المال يعني المال المعروض هذا ليس الغنى عن كثره العرض انما الغنى غنى النفس غنى النفس يقول الشافعي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى يقول اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء انت ومالك الدنيا سواء ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، الغنى ليس غنى المال في الواقع، المال زائل، الغنى غنى القلب، كم من غني من اغنياء العالم من ارباب الاموال فقير، فقير ماذا؟ فقير نفس، وكم من فقير لا يملك ربما العظام ولا كسره الطعام غني، اي غنى؟ غنى القلب، غنى القلب، وهذا هو الواقع ولذلك تجد مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملا أفاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. كثير من الناس والعياذ بالله لديه يعني نفس جشعه وعين لا تشبع يتطلع هنا وهنا ليس عنده قناعه اذا راى صاحب السياره فارهه نظر اليه وسعى الى ان يحصل على مثل هذه السياره ووضعه الاقتصادي لا يسمح اذا راى صاحب بيت او قصر راح يعمل مثله لانه ليس عنده قناعه وفي جميع عمر الحياه تجده يلهث صاحب عين غمازه ونفس همازه وقلب ونفس جشعه والعياذ بالله اقنع وارضى بما اتاك الله تكن اغنى الناس، الله عز وجل له الحكمه البالغه فمن الناس من لا يصلح معه الغنى لانه لو اغتنى طغى ومن الناس من لا يصلح معه الفقر لانه لو افتقر كفر ولذلك الله عز وجل يصيب بهذه الدنيا من يشاء هذه الاموال ويصرفها من يشاء حكمه منه سبحانه وتعالى. لله الحكمة البالغة ولذلك القصة التي تذكرونها وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به لما أعطاه الله عز وجل انقلب على عقبه وبخل بالمال وبالزكاة وقال أنا أوتيته كابرا عن كابر وهو كان صعلوك لا مال له قصة الثلاثة الابرص والاعمى والاقرع كيف ان الله امتحنهم لما جاءهم الملك الملك جاءهم قال ماذا تريد؟ قال الاعمى اريد ان يرد الله اليها الي بصري فرد فمسح عليه رد الله بصره قال ماذا تريد من النعم النعم قال الغنم ثم اتى الاقرع فقال ماذا تريد؟ قال اريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس مسح على راسه نبت الشعر قال ماذا تريد قال اريد البقر من النعم ثم اتى الابرص قال ماذا تريد قال اريد جلدا حسنا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس مسح جلد رجع طبيعي ولله الحمد ماذا تريد قال اريد الابل فعاد اليهم بعد وقت يختبرهم اتى الى الابرص قال انا مسكين من قطعت بي السبل اريد بعير حتى ابلغ الى ما اريد فمنعه قال قد اغناك الله قال لا هذا كابر عن كابر ورثته كابر عن كابر قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت فابتلاه الله رجع ابرص وذهب المال وجاء الى الاقرع فقال يعني بقره اتبلغ بها قال طرده قال اعطني من مال الله قال لا هذا ورثته كابرا عن كابر قال ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت فرجع ابرصا وذهب ماله فجاء الى الاعمى فقال له شاة اتبلغ بها قال المال مال الله خذ ما شئت ودع ما شئت وهذا فضل الله عز وجل قال قد امتحنتم وبين له بان الله عز وجل عافاه وابقاه ولذلك اخواني بارك الله فيكم المسلم يجب أن يقنع بما آتى الله لأنك أنت مهما والله لو كنت في بطن جبل للحقك الرزق كما يلحقك الأجل لكن هذا ما يعني أن الإنسان يترك السبب لا يبذل السبب لكن على أن يقنع على أن يقنع ولذلك يقول الحسن البصري من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، قل خذ هذه الدنيا، لا تنافس على امور الدنيا لان المنافسه على امور الدنيا وعدم القناعه تورث الحسد والبغضاء وهي الحالقه التي تحلق الدين، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يورث تضييع الحقوق والواجبات واشياء كثيره وعظيمه. وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. قبل فترة اتصل بي أحد الفضلاء يقول أخي توفي في حادث سيارة وعليه أربعمائة ألف أربعمائة ألف قلت من وين قال يشتري سيارات على البنك وكذا لأن أصحابه أصحاب سيارات فارهة لاحظوا لقي الله عز وجل وعليه ديون لأنه ما قنع بالسيارة التي رزقه الله إياه تطلع إلى ما هو أعلى وماتوا عليه ديون والمرء محبوس بدينه الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه فلذلك للأسف الآن أغلب القروض الآن اللي عند الناس على البنوك من وين سببها عدم القناعة عدم القناعة ولاحظ في فترة الصيف كيف الناس الآن يقترضون لماذا؟ لأن يشوفون فلان يسافر وفلان تسافر فيبدأون يقلدون الآخرين ما عنده قدرة على السفر لو كان عنده قدرة على السفر يعني الأمر على الإباحة لكن أقترض حتى أسافر لأني مو براضي بما قسم الله لي هذه الكارثة هذه هي الكارثة اقنع بما آتاك الله ارضى بما آتاك الله تكون أغنى الناس أغنى الناس هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي هو حريص علينا حرصا شديدا صلى الله عليه وسلم إقنع بما أتاك الله إقنع بما أتاك ومن رفع رأسه إلى شيء لا يستطيع أن يصل إليه اندقت رقبته اندقت رقبته والواقع بأن أغلب الناس وللأسف لديهم هذا الخلق وهو عدم القناعة لا في سيارة لا في بيت لا في أولاد لا في زوجة لا في وظيفة لأن بعض الناس تجد عند حسد حسد يعني قاتل بسبب يحسد الناس على الوظائف وعلى الاموال وعلى كذا هذا رزق الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هذه قسمه الله عز وجل الله عز وجل له الحكمه البالغه وانت لا تخالف حكمه الله عز وجل وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس الغنى يا اخواني غنى القلب وليس والله غنى الدراهم من كان غناه في قلبه ووالله ان الدنيا تحت قدميه ومن كان غناه في يده فلن يشبع لن يشبع ولذلك الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام لا تمدن عينيك الى ما متعن به ازواجا منهم يحذر نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ان الرضا رضا الله عز وجل ليس بكثره الاموال ولا بكثره الاولاد ولا بكثره كذا، هذا ليس علامه على الرضا. ليس علامه على الرضا. الوصيه الثالثه اخواني بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاه والسلام قال: واحسن الى جارك تكن مؤمنا. الجار، سبحان الله العظيم، قضيه الجار اخذت مساحه كبيره في القران والسنه، وهذا يدل على ان حق الجار عظيم وعلى انه عباده. وقربة إلى الله عز وجل. يقول جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب. يقول العلماء: الجيران ثلاث. جار له ثلاث حقوق. الجار المسلم القريب له حق الجيرة، حق القرابة، حق الإسلام. والجار الثاني له حقان، الجار المسلم حق الجيرة وحق حق الإسلام. والجار الثالث، الجار غير المسلم، له حق حق واحد وهو حق الجيرة. حق الجيرة. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. حتى ظننت انه سيورثه. النبي عليه الصلاه والسلام يدعونه جيرانه يدعونه جيرانه الى الطعام فيستجيب وكان من غير المسلمين. بل ان النبي عليه الصلاه والسلام يراعي حقوق الجيران حتى ولو كانوا من غير ذوي الهيئات. من غير ذوي الهيئات يستجيب صلى الله عليه وآله وسلم قصة اللي في الصحيح استجاب للخياط خياط تعرفون خياط يعني ليس بتلك الحرفة اللي, اللي, اللي شريفة مثلا عند الناس وعند العرب ولما وضع له الدباء في قص حديث أنس استجاب النبي عليه الصلاة والسلام فحقوق الجيران إخواني بارك الله فيكم تقوم على ثلاثة أشياء حق الحق الجار يقوم على ثلاثة أشياء أولا بذل المعروف له بذل المعروف له السلام عليه السؤال عنه عيادته إذا مرض الوقوف معه في أزماته مثلا مواساته في في مصيبته مثلا أشاركه في الآلام والآمال في الأفراح والأتراح أشعره بأن هناك حرارة اسمها حرارة الجيرة بيني وبينه حتى لو كان غير مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجيران عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذبح ذبيحة وقال لهم وزعوا على الجيران لما رجع قال أعطيتم جيراننا قالوا نعم قال جارنا اليهودي سكتوا قال أعطيتم جارنا اليهودي أعطيتم جارنا اليهودي يرفع صوته رضي الله عنه في إشارة إلى عظمة هذا الدين وهي مراعاة الجيران إذن بذل المعروف إليه ثانيا كف الأذى عنه أن تكف أذاك عن الجار سواء أذى معنوي أو أذى حسي. ثالثاً أن تصبر على أذاه. هذه ثلاث أشياء أن تصبر على أذى الجار. لابد لأن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يدعو به الدعاء يدعو الله أو يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة. جار السوء في دار المقامة قال لأن جار البادئ يرتحل. جار السوء إذا ابتليت بجار سيء اصبر عليه. اصبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على أذية الجار كثيرا هذا أحد الحقوق الإحسان إليه بذل المعروف له كف الأذى عنه الصبر على أذاه صبر على أذاه من الخطأ جدا إذا صدرت أذية يبادر الناس إلى الشكوى في المخافر والشرطة والمحاكم لا أصبر على الجار واسأل الله عز وجل أن يهدي جارك سأل الله تعالى أن يهدي جارك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة مؤمنة وصفه بالإيمان لا يؤمن أحدكم من لا يأمن جاره بوائقة يعني غدراته ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذا لما نقول مثل هذا الكلام ما ليس معناه السماح للجيران بالأذية بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم رأى تصوم النهار وتقوم الليل ها وتتصدق بالأقط وشيء من هذا القبيل فقال لكن يا رسول الله لا تحفظ لسانها عن جيرانها قال هي في النار ولما ذكر له امرأة يعني ليست متعبدة ومتنسكة قال لكنها تحفظ لسانها عن جيرانها قال هي في الجنة هي في الجنة للأسف الشديد الآن أحوال الجيران تقطع نياط القلوب مؤلمة جدا منها أن بعض الجيران ما يعرفون بعض بعض الجيران ما يعرف جاره ويمكن يمكث دهر وما يدري جاره هذا منه ما يعرف لا اسمه ولا يعني فصله ولا نسبه ولا ولا من هو هذا شيء شيء غريب جدا ما حصل في تاريخ البشريه ان جار ما يعرف جاره الامر الثاني عدم التواصل بين الجيران كانوا الناس قديما اسالوا الاباء والاجداد حتى في رمضان يجتمعون على صفرة واحدة، في الأعياد على صفرة واحدة. البيوت مشرعة. كل ولله الحمد في في يعني انسجام بين الجيران. الآن غير موجود هذا، ما في تعاون. عدم الصبر على أذية الجار أو أولاد الجار. أيضا في المقابل يعني هناك أذية من بعض الجيران. إهمال وتفريط مع الجيران، وهذا أيضا مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الرابعة قال: واحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما مسلما يا لها من وصية الله اكبر يا لها من وصية عظيمة لو كل مسلم على وجه الارض طبق هذه الوصية قولوا لي بربكم يبقى حسد يبقى كراهية يبقى استئثار يبقى فرقة ابدا احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما العجيب التعبير للناس قال الناس وهذا يشمل الجميع ولذلك احب الخير للناس كما تحب لنفسك وش اللي تحبه لنفسك انت ها ما الذي تحبه لنفسك ان تكون سليما من الامراض حب لغيرك ان يكونون اصحاء تحب تكون غني حب لغيرك يكونون اغنياء تحب يكون عندك بيت ملك احب للغير يكون عندهم بيت ملك تحب تنال درجه وظيفيه تترقى في في العمل احب لزملائك ولمن عندك في محيط العمل ان يترقون لا يكن في نفسك حرج ولا شيء في 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 مع الاخرين تحب حفظت القران يعني خل هناك محبه تسكن صدرك بان تتمنى لجميع امه محمد عليه الصلاه والسلام يكونون حفظه انالك الله حظ من العلم الشرعي تمنى لأمتي محمد أن يكون عندهم علم شرعي أعطاك الله عز وجل أولاد تمنى لغيرك أن يكون عندهم أولاد ممن هم يعني عندهم عقم أو شيء عندك بيت تمنى للناس كلها عندها بيوت ملك أحب للناس ما تحب لنفسك أنا ما أستطيع أني الآن أحصر كل ما يتمناه الإنسان لكن كل بل الإنسان على نفسه بصير كل إنسان ما في واحد إلا يحب الخير لنفسه ما في شخص إلا يحب الخير لنفسه الخير ينحصر ما ينحصر إذا أحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما مسلم حقيقي يعني لأن في مسلمين لكن في الواقع عنده غش إسلام في غش فيه دخن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما وفكر في هذه الوصيه ووالله الذي لا إله إلا هو لو كل مسلم على وجه الأرض طبق هذه الوصيه تطبيق عملي حرفي وأحب للناس ما أحب لنفسه مثل ما يحب لنفسه صدقوني بأن يعني حالة المسلمين لا يمكن أن تكون بمثل هذه الصوره الموجوده المؤلمه من هذا التقاطع والتدابر والتحاسد وهذه المعاملة السيئة بين المسلمين عموما وبين الأرحام الأرحام والأقارب خصوصا نسأل الله العافية والسلام الوصية الأخيرة الخامس كم صار عندنا وصية؟ أربعة الوصية الخامس قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ما قال لا تضحك صلى الله عليه وسلم انما قال لا تكثر الضحك لان الضحك هذا امر يعني جبلت عليه الانفس البشريه الانسان يضحك ويتبسم لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تكثر الضحك لا يكون الضحك لك عاده لا يكون الضحك لك طبيعه او سجيه لان كثره الضحك تميت القلب قيل الموت الحقيقي يعني أحيانا يتوقف القلب بسبب الضحك هذا المبالغ فيه وأنا قرأت قديما يعني مقالة أو شيء كتب مات من الضحك شخص ضحك ضحكة قوية فتوقف قلبه لكن الحديث كما قال جمهور أهل العلم من فسره قالوا بأن لا تكثر الضحك ها فإن الضحك كثرة الضحك تميت القلب موت والعياذ بالله النور يذهب النور ويكون فيه ظلمات نسأل الله العافيه والسلام ويقسو القلب ولذلك تجدون من ادمن على الضحك ها تجدون الان من ادمن على الضحك يضحك حتى في المقبره الناس تدفن الموت وهو يضحك يضحك حتى في العزاء وانا شفت بنفسي اناس رايحين نعزي وهو يقهقه يضحك لماذا؟ لانه عود نفسه هذا موت للقلب موت للقلب كان السلف الصالح اذا شيعوا جنازه يقولون ما ندري من نعزي ما نعرف اهل الميت الكل يبكي الكل حزين ما يعرفون اهل الميت ما يميزون لكن الان وللاسف الشديد تجد في المقبره يضحك في المسجد يضحك في العزه يضحك في العمل في كل وقت حتى بعض الناس الان اصبح يقول لك يا اخي ضحكونا جيبوا لنا شيء نضحك فيه الضحك طبيعة لكن بقدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم حتى بدت نواجذه وحتى ظهرت لهاته صلى الله عليه وسلم، لكن كم مرة مرتين ثلاثة لكن ان يدمن الانسان على الضحك لا شك بان هذا يميت القلب والمعنى ان المسلم يكون جاد في غالب حياته لكن يروح عن نفسه بالضحك العادي بالابتسامة ب يعني شيء يستجم به النفس والقلب مثل ما قال علي رضي الله عنه ان القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها اطايب الحكمه اطايب الحكمه وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يعيشون حياه طبيعيه غير متكلفه يعني بعض الناس الان قد يفهم من الاسلام يعني تقطيب الجبين واكفهرار الوجه والانقباض الانقباض وعدم الانبساط والتقوقع والتجهم هذا غير صحيح هذا ليس من الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة ووصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كانوا يمزحون ويعيشون حياة طبيعية لكن إذا جاء وقت الجد فهم الرجال إذا جاء وقت الجد فهم الرجال محمد بن سيرين وغيره من من الزهاد العباد كان يضحكون احيانا حتى يسيل لعاب الرجل منهم، لكن اذا اريد على دينه دارت عيناه في راسه، ما يرضون على الدين. فلذلك قال: ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب، وهذه وصايا عظيمه من النبي عليه الصلاه والسلام. اخواني بارك الله فيكم، هذه خمس وصايا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، مهداه الينا جميعا. مهداة إلينا جميعا وهي في الواقع يعني كلمة لغرض أننا نستفيد جميعا من هذه الوصايا حاول أن نترجمها في, واقع في واقعنا العملي والعبادي والسلوكي والأخلاقي كذلك أن ننظر في كذلك أن ننظر في في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ مثلاً في صحيح الترغيب والترهيب نقرا في رياض الصالحين مثلا اللي هم جمعوا هذه الاحاديث من دواوين السنه وذكروا فيها مجموعه من الوصايا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، اسال الله تعالى ان يبارك في مجلسنا هذا وان يزيدنا واياكم من التوفيق والعلم والهدى. وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم أسأل الله تعالى أن يجزي كل من أسهم لإقامة هذه الأمسية الطيبة ممثلا برئيس مجلس ضاحيه الحمريه وطاقم العمل معه صلى الله تعالى ان يوفق ولاه امورنا رئيس الدوله ونائبه وجميع حكام الامارات صلى الله تعالى ان يبارك في عمر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي صلى الله تعالى ان يبارك في هذا الحضور الطيب وان يجعل سعيكم مشكورة وخطواتكم مكتوبه عنده سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد